وبالوالدين إحسانا. هذا أمر من الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، والوالدان هما الأم والأب وإن علوا. وإنما أمر الله تعالى بالإحسان إليهما لأنهما هما السبب في وجودك، فلهما عليك حق أن تحسن إليهما إحسانا بالقول، وإحسانا بالفعل، وإحسانا بالمال، وإحسانا بالجاه. فالإحسان إلى الوالدين يكون بالقول، قال الله تعالى: وقل لهما قولا كريما. ويكون بالفعل بأن تقوم بخدمتهما وما يحتاجان إليه. وتكون بالمال بأن تبذل من مالك ما يسد حاجتهما، سواء كان ذلك من نفقة واجبة أو من هدية أم من غير ذلك. ويكون أيضا بالجاه، فإذا من الله تعالى عليك بالجاه والمنزلة والمكانة فإن أحق من ينتفع بذلك هما والداك. هكذا يكون الإحسان إلى الوالدين لأن حقهما عظيم، ولهذا جعل الله تعالى حقهما بعد حقه سبحانه وتعالى.